يعطيكم العافية جميعا طلاب الأسنان. إن شاء الله هاي حتكون محاضرتنا الأولى من محاضرات اللور لم. راح نبلش المحاضرة رقم صفر. ليش هي رقم صفر؟ لأنه هاي دكتور المحاضرة الدكتور ما شرحها ومطلوبة منكم إنكم تكونوا عارفين، هو يبنى عليها الأساس فيما بعد. أنا ما أتوقع يجي عليها أسئلة، but it is important also to understand it مشان يعني أنتوا تفهموا الأشياء اللي حنحكي عنها لقدام. تمام. طيب عن إيش بدنا نحكي اليوم؟ بدنا نحكي عن البلفس. إيش هو البلفس؟ الحوض، منطقة الحوض. تمام. أنا لما أسألك الحوض إيش العضلات، إيش العظمات اللي بتكون لي منطقة الحوض، بدي إياك تجاوب ثلاث عظمات. العظمة الأولى بسميها هيب بون اللي هي بتيجي بيرد هيب بون. يعني شو يعني بيرد؟ يعني في منها اثنتين، هاي العظمة اللي هون اسمها هيب بون وهاي العظمة اللي هون اسمها هيب بون. تمام. إذا الهيب بون أولا. ثانيا إشي بنسميه الساكرم. إيش هو الساكرم؟ أخذنا يا جماعة الخير في الانترودكشن إنه الفيرتبرال كولوم مكون من فقرات. تمام. العمود الفقري مكون من فقرات، حكينا انه في عندنا C7 T12 L5 وS5، عندي 5 ساكرال فيرتبري. لكن الساكرال فيرتبري او اللي هي الS1 والS2 والS3 والS4 بتختلف عن L1 والL2 والL3 والL4. ايش بتختلف؟ بانهم هذول بيكونوا فيوزد توجذر. شو يعني فيوزد؟ يعني مندمجين، they are one bone، مش منفصلين من بعض، لا هذول بيندمجوا. ال 5 sacral vertebrae من S1 لS5 بندمجوا مع بعض بيعملوا لي عظمة واحدة كبيرة، شو بسميها؟ ساكرم. فهاي العظمة نقدر نحكي لها انها الفيرتبري من S1 لS5، او نقدر نحكيها ايش؟ الساكرم. both are correct. هاي العظمة الثانية. تمام. ايش العظمة الثالثة؟ اللي هي الكوكسكس. تمام. اللي هي the last part of the vertebral column. فاحنا تركيزنا اليوم ان شاء الله حيكون عن الهيب بون. هسا الهيب بون اتسلف مكونة من 3 بونز. طب يا عبد الرحمن انت هبلتنا، هل هي 1 بون ولا انا اعتبرها 3 بونز؟ It is both. كيف يعني؟ الأطفال الهيب بون تبعتهم بتكون مكونة من 3 different parts، وهذول ال 3 different parts بيكونوا موصلين مع بعض عن طريق كارتليج. يعني مش عظمة واحدة continuous، لا، تكون هي عبارة عن ثلاث عظمات. هذول الثلاث عظمات مندمجين مع بعض في ايش؟ في كارتلج. هاي الشغله الاولى. الشغله الثانيه، ان ادلتس، في الكبار بس يكبروا هذا الكارتلج بتحول لعظم، فالهيب بون بتصير 1 كونتينيوس بون. الهيب بون ايش بتصير؟ 1 كونتينيوس بون. فانا متاكد هاي النقطه حتسالوني عليها كثير، مشان هيك انا شرحت لكم اياها اهو. ايش هي الهيب بون؟ هي عباره عن 3 ديفرنت بونز. الهيب بون عباره عن 3 ديفرنت بونز. تمام. بالأطفال بيكونوا غير ملتحمين، أما بالكبار بتكونوا إيش؟ بتلتحم. الكبار إيش بتكون؟ تلتحم. فوظيفتنا اليوم يا جماعة الخير إنه نحكي كل بارت من هذول البارت إيش الأشياء أو إيش الأشياء اللي بتميزه. تمام. بدنا نقيم هذا الإشي هون، بدنا نقيم هذا، خلينا نقيم الساكرام بالمرة. طيب شوفوا في عندي، أنا في عندي يا جماعة الخير أولاً في عندي سيرفيس بيكون جاي ميديال. تمام. وسيرفيس بيكون جاي ايش؟ جاي لاترال. جاي ايش؟ جاي لاترال. تمام. السيرفيس اللي جاي ميديال هذا ايش بسميه؟ إيلياك فوسا. إيلياك فوسا. السيرفيس اللي جاي لاترال هذا ايش بسميه؟ جلوتيال سيرفيس. جلوتيال سيرفيس اوف ذا هيب بون اوف ذا إيلياك of the ilium. تمام. اذا احنا ما حكينا لكم ايش اسمائهم الثلاث عظمات. الثلاث عظمات، العظمه اللي فوق هاي اكبر جزء بتكون اسمها ilium. في عندي هاي العظمه اللي بتكون most anterior بسميها pubis. في عندي هاي العظمه اللي بتكون most posterior بسميها ischium. كمان مره نشوف من ورا كيف. هاي الilium، العظمه اللي قدامها اسمها pubis، والعظمه اللي ورا هاي ايش اسمها؟ ischium. تمام. بعدين مسكنا الilium، حكينا فيه لها السيرفيس الميديال بيكون فايت لجوا، هذا السيرفيس ايش بنسميه؟ إلياك فوسا. حكينا السيرفيس لبرا، هذا ايش بنسميه؟ جلوتيال سيرفيس. جلوتيال سيرفيس. طيب هسه في عندي انا فور سباينز على ايتش إليوم. عندي فور سباينز، اثنين انتيريور واثنين بوستيريور. اثنين انتيريور واثنين بوستيريور. الاثنين الانتيريور واحد منهم فوق وواحد منهم تحت، فايش بسميهم؟ شوفوا كيف. فايش بسميهم؟ هذول في عندي فور سباينز، اثنين قدام
اثنين anterior اثنين posterior. الاثنين اللي قدام هذول واحد منهم بسميه anterior superior iliac spine، والثاني ايش بسميه؟ anterior inferior iliac spine. اما السباينز اللي ورا شايفين هذول البروزات الاربعه، البروزات الاثنين هذول، هذا وهذا، هذا هسه اثنين posterior، واحد superior فبسميه posterior superior iliac spine، واحد inferior بسميهم posterior inferior iliac spine، posterior inferior iliac spine. تمام. اذا الاليوم اخذنا في عندي medial surface، طبعا ها شايفينه كيف، هذا medial surface، هذا medial surface سميته iliac fossa، هذا lateral surface، lateral surface شو سميته؟ سميناته gluteal surface. في عندي four spines، في عندي anterior superior spine، في عندي anterior inferior spine، في عندي من وراء another two spines، تمام؟ في عندي من وراء another two spines، واحد بسميه واحد بسميه اللي هو posterior superior spine، واحد بسميه superior inferior spine، تمام؟ وكمان في شغلة مهمة بدي اياكم تعرفوها، بس خلينا نعمل isolation. في شغلة كمان مهمة بدي اياكم تعرفوا ليها عن الإليوم، المنطقة هاي اللي هون اللي بتيجي ميديالي وعامله زي هلال هاي، هذا بسميه greater sciatic notch، greater sciatic notch. ايش هي greater sciatic notch؟ هي عباره عن تقوس هلالي في ايش؟ في الميديال aspect، في الميديال and posterior aspect of the ilium، of the ايش؟ of the ilium. ايش اهميته؟ هذا greater sciatic notch، اي هون موجود هذا greater sciatic notch، تمام؟ بيسكره هون ليجمنت، بيجي الليجمنت بيسكر هذا النوتش، تمام؟ فالنوتش ليش بتحول لفورامن؟ لفورامن بيعمل لي ايش بسميه جريتر سياتيك فورامن، جريتر سياتيك فورامن، تمام؟ اذا هاي الاشياء اللي انا بدي اياكم تعرفوا لي اياها عن الإليوم. نرجع هون طيب هون انا هاي من صوره من نتر اطلس، هاي الصوره كثير مهمه لازم تضلكم هي نفسها الموجودة عندكم بالسلايد، هسه بنرجع سلايد نقرأ ايش فيه، تمام؟ بس هسه هذا اي سيرفيس، هذا انتيريور وهذا لاترال ولا ميديال سيرفيس؟ هذا طبعا لاترال سيرفيس. كيف عرفت انت يا عبد الرحمن انه هذا اللاترال سيرفيس؟ لانه ببساطه انا في عندي هاي الشيء اللي بسميه اسيتابيلوم. ايش هو الاسيتابيلوم؟ هسه بدي اوريكم اياه. شوفوا يا جماعه الخير، هاي الفيمر، هاي عظمه الفخذ، تعالوا اقيمها. طيب لو قمنا عظمه الفخذ بنلاقي انا في عندي، لا لو قمنا عظمه الفخذ بلاقي انا عندي تجويف داخلي في الهيب بون، تمام؟ هذا التجويف الداخلي هو اللي بيمسك فيه مين؟ اللي بتمسك فيه الفيمر، هو اللي بتمسك فيه مين؟ الفيمر. معناته وهذا التجويف ايش اسمه؟ اسمه اسيتابيولم. ايش اسمه؟ اسمه اسيتابيولم. معناته ايش هو الاسيتابيولم؟ اذا اسيتابيولم از عبارة عن طيب السوكت، هو عبارة عن السوكت of the femur. الهيب بون، الهيب بون نفس الشولد، سوري الهيب جوينت، الهيب جوينت نفس الشولدر جوينت. ايش يعني؟ شو الشولدر جوينت؟ الشولدر جوينت كان بول اند سوكت، وهون نفس الشيء بول اند سوكت. فالاسيتابيولم از ذا سوكت اوف ذا والهيد اوف ذا فيمر از ذا بول، تمام؟ فهذا الاسيتابيولم. الاسيتابيولم طبعا هو انا بقسمه لثلاث اثلاث، ثلث باي ذا ايليوم، ثلث باي ذا بيوبس، اند ثلث باي ذا اسكيوم، تمام؟ اذا نيجي هون، طالما انه انا شفت الاسيتابيولم معناته هذا اللاترال سيرفيس، معناته هذا السيرفيس ايش اسمه؟ اسمه جلوتيال سيرفيس، اسمه جلوتيال سيرفيس، تمام؟ انا في عندي هون هذا النوتش بسميه انتيريور سوبيريور ايليك سباين، هذا بسميه انتيريور انفيريور ايليك سباين، هذا بوستيريور سوبيريور ايليك سباين، هذا بوستيريور انفيريور ايليك سباين، تمام؟ وهذا طيب هسه انا في عندي المنطقه الواصله ما بين الانتيريور سوبيريور ايليك سباين والمنطقه الواصله ما بين البوستيريور سوبيريور ايليك سباين، هاي شو بسميها؟ ايليك كريست. هذا ايش بسميه؟ ايليك كريست. ايش هو الايليك كريست؟ هي المنطقه الواصله ما بين الانتيريور سوبيريور ايليك سباين والبوستيريور سوبيريور ايليك سباين، هذا المنطقه الواصله او الخط الواصل بيناتهم، هذا بسميه ايليك كريست، تمام؟ وكمان شغله بدي اياكم تعرفوها، انه انا على الجلوتيال سيرفيس، انه انا على الجلوتيال سيرفيس بيكون في عندي ايش؟ بيكون في عندي 3 lines لان يو هاف تو بي اوير اوف، في عندي ثلاث خطوط لازم تكونوا عارفينهم، لازم تميزيهم، تمام؟ الخطوط انا بدي اوريكم اياهم على سلايدات دكتوركم افضل. هون هذول
في عندي ثلاث خطوط هذول يا جماعة الخير and these three lines موجودين على gluteal surface على ال gluteal surface تمام اللي هو ال lateral surface إيش هما في عندي واحد هون بسميه inferior gluteal line لأنه على gluteal surface فسميه gluteal line احتراما للsurface يعني فهذا بسميه inferior gluteal line هذا بسميه anterior gluteal line وهذا بسميه posterior gluteal line posterior gluteal line تمام posterior gluteal line inferior gluteal line anterior gluteal line posterior gluteal line inferior anterior posterior inferior anterior posterior gluteal lines تمام نشوف على الرسمه هون اللي بس لدكتوركم انا في عندي هون الانتيرير سوبيريور ايليك سباين في عندي هون الانتيرير انفيرير ايليك سباين في عندي هون البوستيريور سوبيريور ايليك سباين في عندي هون البوستيريور انفيرير ايليك سباين في عندي هون انا السياتيك نوتش في عندي الايليك كريست في عندي الانفيرير جلوتيال لاين في عندي السوبيريور جلوتيال الانتيرير جلوتيال لاين سوري في عندي البوستيريور جلوتيال لاين البوستيريور جلوتيال لاين تمام بعدين طبعا احنا خلصنا الاشياء هاي كلها بالنسبه خلصنا الايت ستراكشرز هذول هسه انتم عارفينهم وعارفين تحددوهم تمام هسه احنا بدنا نحكي عن البيوبس اللي هي بتيجي انتيرير والاسكيوم اللي بتيجي ايش بوستيريور anterior and ايش and posterior تمام احنا بدنا نرجع هون عشان انتم تفهموا هاي اللاترال فيو هاي البيوبس وهي الاسكيوم تمام البيوبس يا جماعه الخير مكونه من 3 main parts ايش هما مكونه من superior pubic ramus مكونه من inferior pubic ramus مكونه من body مكونه من ايش من body البودي مش محطوط هون تمام ولا محطوط هون اعتقد طيب ولا محطوط هون بس البيوبس يا جماعه الخير مكونه من 3 main parts main part بسميه السوبيريور بيوبيك ريمس ليش سميته بيوبيك لانه عجاية فحظ مثل البيوبس ليش سميته سوبيريور لانه في واحد ثاني انفيريور فانا عندي سوبيريور بيوبيك ريمس وانفيريور بيوبيك ريمس وماسك مين مع بعض في المنطقه هاي ايش بسميها اللي بسميها اللي هي البادي اوف ذا بيوبس البادي اوف ذا بيوبس تمام هسه هون في عندي شيء بارز من قدام من عند البيوبس هاي ايش اسمها هاي اسمها بيوبيك تيوبيركل شو اسمها بيوبيك تيوبيركل تمام اللي بيوبيك تيوبيركل وفي عندي زي خط واصل ما بين البيوبيك تيوبيركل لحد الاسيتابيولم على اللاترال سيرفيس ليش لاترال سيرفيس انه هذا اسيتابيولم انا مستحيل الاقي اسيتابيولم على الميديال سيرفيس تمام اذا في عندي هذا ايش بسميه هذا بسميه اوبتوريتور كريست اوبتوريتور كريست ايش هو الاوبتوريتور كريست هو جزء من البيوبس يصل ما بين البيوبيك تيوبيركل انتيريورلي والاسيتابيولم بوستيريورلي على اللاترال سيرفيس اوف ذا هيب بون على اللاترال سيرفيس اوف ذا هيب بون تمام اذا نجي هون هذا عندي هون ميديال سيرفيس عندي انا هون ميديال سيرفيس على الميديال سيرفيس بلاقي اشياء ما بلاقيها على اللاترال سيرفيس بالنسبه للإيليوم زي ايش زي شيء عندي اسمه إيلياك اتيوبيريسيتي زي الانتيرير سيرفيس سوري اوريكولار سيرفيس هسه ايش هي الإيلياك ايش يعني اتيوبيريسيتي اتيوبيريسيتي عاده تدل على شيء خشن شيء خشن او اللي هو جزء من العظم بيكون خشن بسميه تيوبيريسيتي فالإليك تيوبيريسيتي هو جزء من المنطقه الخشنه من الإليوم بيكون على اي سيرفيس على الميديال سيرفيس على الميديال سيرفيس وفي عندي هون اوريكولار سيرفيس او شو يعني اوريكولار اوريكولار يعني ريليتد تو ذا اير شبه الذان فهاي المنطقه اللي هون لغوا العلماء انها شبه الذان فسموها اوريكولار سيرفيس الاوريكولار سيرفيس ايش بيعمل الاوريكولار سيرفيس هذا يا جماعه الخير لو نيجي احنا هون نتفرج عليه هاي الاوريكولار سيرفيس خليني اقيم انا هذول عشان انتم ايش تشوفوه بشكل افضل انا قمت الساكرم فصعب هيك المفروض يكون امورها تمام. الاوريكولار سيرفيس يا جماعه الخير هذا هو الاوريكولار سيرفيس. الاوريكولار سيرفيس هو الجزء من
الجزء من الإيليوم اللي بيمسك بالساكرم، الجزء من الإيليوم اللي بيمسك بالساكرم، الجزء من الإيليوم اللي بيمسك بالساكرم، وفوقيه وفوقي الأوريكولار سيرفيس إيش فيه؟ في الإيليك تيوبرسيتي، وبوث أوف ذيم وين موجودين على أي سيرفيس؟ على الميديال سيرفيس، على الميديال سيرفيس. أنا بحب أستخدم هذا الموديل مشان تتخيلوا، تمام؟ posterior inferior iliac spine هذا auricular surface، هاي الإيليك فوسة. ليش إيليك فوسة؟ لأنها موجودة ميديالي. إحنا حكينا الميديال surface بسميه إيليك فوسة، اللاترال surface إيش بسميه؟ بسميه gluteal surface. شو بسميه؟ gluteal surface، تمام. anterior superior iliac spine هذا الأشياء كلها هم أخذناهم. عندي هذا الاركيوت لاين، لازم نحكي عن الاركيوت لاين، تمام. اذا انا في عندي هون بيوبس، في عندي بيوبس، هاي البيوبيك تيوبيركل. كيف عرفت ان البيوبيك تيوبيركل؟ ذا موست انتيريور بارت، موست انتيريور بارت، تمام. وانا في عندي زي ما كان في عندي وراء اوبتريتور كريست، انا في عندي قدام شيء بسميه بكتينيال لاين. بكتينيال لاين ايش ليش اسمه بكتينيال لاين؟ لانه في عظمه اسمها بكتينيس راح تطلع من هون، تمام، راح تطلع من هون. شايفين انا عندي السوبيريور ريمس، في عندي هون الانفيريور ريمس، مسكين من بعض عند البودي. البودي عليه شيء بسميه بيبيكتيوبيركل. من البيبيكتيوبيركل هاي بيطلع من عندي خطين، خط على اللاترال سيرفيس سميته اوبتريتور كريست، رايح من البيبيكتيوبيركل لا الاسيتابيلوم، وعلى الميديال سيرفيس خط اسمه بيكتين بيوبس او اللي هو بكتينيال لاين، رايح من البيبيكتيوبيركل لفوق، تمام، لفوق بقرب عند قريب من الاركيويت لاين، تمام. إذا هاي الأشياء. في عندي هون إشي بسميه symphysial surface، symphysial surface of the pubis. إيش هو symphysial surface of the pubis؟ هو the part of the pubis that will form the joint between the right hip and the right and the left hip، تمام. هون هذا يا جماعة الخير، هذا الجزء من البيوبس، هاي البيوبس، هذا جزء من البيوبس ايش بسميه انا؟ بسميه سيمفيزيال سيرفيس، لانه راح يتحد مع السيمفيزيال سيرفيس على الاذر بيوبس من الجهه الثانيه، وبيعملوا جوينت بسميه سيمفيزيال جوينت، سيمفيزيال جوينت، تمام. هاي نفسها، هاي هاي نفسها، ايش نفسها؟ هاي. طيب هذا بالنسبه لايش؟ للبيوبس. في عندي انا بالنسبه للبيوبس في عندي انا ايش؟ الاسكيوم. برضو الاسكيوم راح ناخذها على درس، على جزئين، تمام. الجزئين هذول ايش هم؟ على سوري، على تو فيوز، على اللاترال فيو اند على الميديال فيو. بالنسبه لللاترال فيو سوري، بالنسبه للميديال فيو بين عندي انا هذا الشيء اللي هون. اولا انت احكوا لي ايش هاي المنطقه اللي هون؟ هاي الجريتر سياتيك نوتش، تمام. الجريتر سياتيك نوتش تحتيها ايش بلاقي؟ بلاقي اسمه اسكيال سباين، اسكيال سباين. حكينا الإيليوم لها فور سباينز، بينما الاسكيوم لها وان سباين اسمه اسكيال سباين. تحت الاسكيال سباين راح الاقي كمان نوتش، شو بتتوقعوا يسموها؟ اصغر من هاي، اصغر من هاي، ايش اسمها؟ اسمها الليسر سياتيك نوتش، الليسر سياتيك نوتش، تمام. لها الليسر سياتيك نوتش. ايش هو الليسر سياتيك نوتش؟ هو ذا depression in the ischium bone اللي بيجي تحت الاسكيل سباين، اللي بيجي تحت شو؟ تحت الاسكيل سباين. فهذا شو بسميه؟ هذا بسميه ليسر سياتيك نوتش. اذا انا في عندي greater sciatic notch، في عندي ischial spine، تحتها على طول شو في عندي؟ ليسر سياتيك نوتش، ليسر سياتيك نوتش، تمام. هي ليسر سياتيك نوتش. بعدين انا عندي البادي اوف ذا ischium، عندي البادي اوف ذا ischium، وفي عندي هون انا ايش بسميه؟ ischial tuberosity، اسكيال تيوبرسيتي. وهي ثاني تيوبرسيتي تمر معنا اليوم بعد الإيلياك تيوبرسيتي. اذا حكينا لما احكي لك انا تيوبرسيتي، انت خلص لازم تكون خبير وعارف انه انا بحكي عن جزء خشن من عظمه، جزء خشن من عظمه. إيلياك تيوبرسيتي هو الجزء الخشن من الإيليوم، اما الاسكيال تيوبرسيتي هو الجزء الخشن من الإسكيوم، تمام. ليش من الإسكيوم؟ اذا الإسكيوم حكينا في عندي بادي، في عندي ischial spine، في عندي lesser sciatic notch، في عندي lesser sciatic notch، وفي عندي ramus of the ischium، في عندي ramus of the ischium. بديك تعرف عن الramus شغلة واحدة، شو هي يا عبد الرحمن؟ إنه هذا الramus هو عبارة عن إنه هذا الramus هو الجزء من الجزء السفلي من الإسكيوم اللي بيتحد مع الانفيريور بيوبيك ريمس، الانفيريور بيوبيك ريمس. إذا لو أنا حكيت لكم إيش هو الجزء من الإسكيوم اللي بتحد مع
ايش هو الجزء من الايسكيوم اللي بيتحد مع البيوبس انفيريورلي؟ تحكي لي الريمس اوف ذا ايسكيوم. لو انا سالتكم ايش الجزء من الايسكيوم اللي بيتحد مع البيوبك سوبيريورلي، راح تحكي لي البادي اوف ذا ايسكيوم. البادي اوف ذا ايسكيوم، البادي اوف ذا ايسكيوم مع السوبيريور بيوبك ريمس، الريمس اوف ذا ايسكيوم مع الانفيريور بيوبك ريمس، وبيكونوا بيناتهم فورامين، هاي بسميها اوبتوريتور فورامين. ليش سميتها اوبتوريتور؟ لانه راح يمر منها الاوبتوريتور نيرف، الاوبتوريتور ارتري وما الى ذلك، تمام، واذر ستراكشرز، بس اهمهم الاوبتوريتور نيرف، تمام. وفي عندي هون انا اوبتوريتور جروف، اوبتوريتور جروف موجود في عندي انا على البيوبس، طبعا له دخل برضه في الباث واي تبع الاوبتوريتور نيرف. اذا حكينا الباث واي ان شاء الله بنفصل هاي الامور بشكل اكثر، تمام. اخر شغله ما حكيت عنها اللي هي عندي شيء بسميه اليو بيوبيك ايمينانس. ايش هو اليو بيوبيك ايمينانس؟ هو عباره عن بارت بيجي سوبيريور من البيوبس، اللي هو اللي بيتحد مع مين؟ مع الاليوم. اللي بيتحد مع مين؟ مع الاليوم. فهذا بسميه اليو بيوبيك ايمينانس. اليو ريليتد تو ذا اليوم، بيوبيك ريليتد تو ذا بيوب تو ذا بيوبس، and imminence related لأنه إيش يجي بارز ظاهر، بسميه إيش imminence خشن، بسميه tuberosity، تمام. فقط هاي الأشياء اللي أنتوا لازم you have to be aware of، you have to be aware of من ال في موضوع أو في البونز هاي، تمام. إحنا هيك إن شاء الله اللي pubic crest خلصنا، اللي pubic ramus طبعا هاي عدوا لي إياها حطوها superior pubic ramus، تمام. عندي هون هذا الإيسكيل سباين، تحت الإيسكيل سباين في لسر سياتيك فورامين، فوق الإيسكيل سباين في عندي غريتر سياتيك فورامين، في عندي هون إلياك تيوبرس سوري بيوبيك تيوبرسيتي، تمام، أو بسميها بيوبيك تيوبركل. في عندي هون ال سوري هاي الإيسكيم، هاي الإيسكيم، هاي الإيسكيم يا جماعة، سوري هذا ال هذا ال الجزء اللي هون هذا الإيسكيل سباين. فوق الإيسكيل سباين أنا في عندي لسر جريت لسر سوري فوق الإيسكيل سباين أنا في عندي جريتر، في عندي جريتر في عندي جريتر سياتيك نوتش. تحت الإيسكيل سباين في عندي لسر سياتيك نوتش. بعدين أنا في عندي هون هاي المنطقة اسمها إيسكيل تيوبرسيتي، إيسكيل تيوبرسيتي. بعدين في عندي هون الريمس، الريمس أوف ذا of the ischium. في عندي هون الأوبتوريتور فورامين. أنا في عندي هون إيش هذا؟ هذا ال pubic tubercle. اللي pubic tubercle على lateral surface بيطلع منها جزء، هذا إيش بسميه؟ pubic crest بيطلع منها مشان يروح يتحد ملاسي تابلم. هذا جزء بسميه inferior ramus of the pubic، هذا بسميه superior ramus of the edge of the pubic، تمام. فهيك إحنا بنكون خلصنا كل إشي بالنسبة للتو سيرفيسز. شوفوا هون هذا الميديال سيرفيس، هاي الإليك فوسة، هذا الأركيويت لاين اللي راح من الأوريكل وبيتحد آخر شيء مع الإيمينانس اللي هي الإليو بيوبيك إيمينانس. حكينا عن الأوبتوريتور جروب، حكينا عن إليك التيبرسيتي، تمام، حكينا عن إليك إيش تيبرسيتي، حكينا عن السينفيزيال سيرفيس أوف ذا إيسكيوم، تمام. This is all what do you need to know about. حكينا على البكتيريا الناين، حكينا البيوبيك بيوبيك تيوبيركل بيطلع منها الميديال سيرف بكتيريا الناين، وعلى اللاترال سيرفس بيطلع منها الكريست، تمام. This is all what do you have to know about your hip bone. طيب نحكي عن الفيمر، نحكي عن الفيمر. الفيمر يا جماعة الخير أمورها أسهل شوي. إيش هي؟ أولا الفيمر أنا في عندي head of the femur، عندي head of the femur. طبعا ايش هي الفيمر؟ الفيمر اللي هي عظمه الفخذ، هاي هي عظمه الفخذ، خلينا نجيب لكم هالاشياء مشان ايش تشوفوا بشكل افضل. هاي هي عظمه الفخذ، تمام، هاي هي عظمه الفخذ. هسه اولا في عندي head، الhead of the femur. الhead of the femur will communicate مع مين؟ مع ال ال, ال مع الhip bone، تمام، مع ايش؟ مع الhip bone. هذا head، هذا الhead of the femur. ورا الهيد دائما وابدا، ورا الهيد، وحكيت لكم علمتكم اياها اكثر مره، ورا الهيد انا دائما ايش عندي؟ ورا الهيد دائما وابدا انا عندي نك. وين ما في هيد وين ما في نك، وين ما في هيد وين ما في نك. انا هذا الجزء بسميه هيد اوف ذا هيد اوف ذا فيمر، تمام، ليت مي ايزوليتد فقط. طيب هذا الجزء بسميه الهيد اوف ذا فيمر، الجزء اللي وراه على طول هذا راح اسميه ايش؟ النك اوف ذا فيمر، راح اسميه ايش؟ النك اوف ذا فيمر، تمام. وإذن في عندي أنا زي بروز هائل جداً على lateral surface of the femur. طب كيف lateral surface هاي lateral surface؟ طب من هنا دائماً الهيد بيكون ميديالي مشان يمسك بالهيب بون، فهي بتكون lateral. في عندي إشي كثير lateral بيكون بيكون بالهيب بون
بيشبه الجريتر تيوبيركل. شو بسميه؟ جريتر تروكانتر. جريتر تروكانتر شو بسميه؟ جريتر تروكانتر. اذا شفتوا هذا الشيء البارز على اللاترال سيرفيس اوف ذا فيمر، هاي شو بسميه؟ جريتر تروكانتر. وانت صرت خبير وين ما في جليت، وين ما في جريتر، وين ما في لسر. جريتر سايتيك نوتش معناته في لسر سايتيك نوتش، جريتر تروكانتر معناته ايش؟ في معناته في لسر تروكانتر. فاحنا لو لفينا العظمه لورا، سوري، لفينا العظمه لورا راح الاقي هون ايش؟ في عندي لسر تروكانتر، في عندي جريتر تروكانتر، في عندي جريتر تروكانتر، في عندي ايش؟ لسر تروكانتر. جريتر تروكانتر اند لسر تروكانتر. اذا لو جيت هون انا على انتيريور ريفيو، على انتيريور ريفيو بلاقي في عندي الهيد، بلاقي في عندي النك هون، في عندي رقم 4 اللي هي الجريتر تروكانتر. طبعا انا في جزئيه ما حكيتها، في الهيد في عندي شيء اسمه فوفيا. ايش هي الفوفيا؟ الفوبيا يا جماعة الخير هي فقط عبارة عن عبارة عن ديبريشن أنا بلاقيه، ديبريشن أنا بلاقيه هون. هاي شايفين هاي هاي الهيد، أنا في عندي ديبريشن هون بلاقيه، هذا بسميه فوبيا. هسا هذا الفوبيا بيطلع منه ليجمنت كثير مهم بالهيب بون. وي ار نوت انترستد ان ات رايت ناو، بس هاي الشغلة لازم تعرفوا لي إياها عن ايش؟ عن الفوبيا. تمام، اللي هي بتكون جزء من الهيد. في عندي أنا حكيت هان، في عندي جريتر تروكانتر، في عندي هان لسر تروكانتر، وفي عندي انا كريست، في عندي كريست بيوصل الجريتر تروكانتر مع اللسر تروكانتر تقريبا بيجي بوستيريورلي. هذا الكريست ايش اسمه؟ خلص صرتوا خبراء لازم تسموا لي حالكم بالضبط، اسمه انتر تروكانتريك كريست. ليش انتر؟ لانه ما ليش انت ليش تروكانتريك؟ لانه ما بين التروكانترز، ما بين الجريتر تروكانتر ما بين اللسر تروكانتر، فسميته ايش؟ انتر تروكانتريك كريست، انتر تروكانتريك كريست. تمام، في عندي هون تروكانتريك فوسا، في عندي هون الكوادريت تيوبيركل، في عندي هون الكوادريت تيوبيركل مش مهمين عندكم كثير. طيب في عندي من الليسر تيوبيركل، من تحت الليسر تيوبيركل هون مش مبينه كثير، بدنا ناخذها على سلايدات. من تحت الليسر تيوبيركل يا جماعه الخير، من تحت الليسر تيوبيركل من هون انا بلاقي زي خط نازل لتحت. هذا الخط ايش بسميه؟ بسميه البكتينيال لاين. البكتينيال لاين هاي ثاني بكتينيال لاين يمر معنا. البكتينيال لاين اللي مر معنا اول مره كان طالع من البيوبيك تيوبيركل على الميديال سيرفيس اوف ذا ايليا، على الميديال سيرفيس اوف ذا بيوبيك بون. وثاني بكتينيال لاين جاي تحت الليسر تروكانتر اوف ذا فيمر، جاي تحت الليسر تروكانتر اوف ايش؟ اوف ذا فيمر، اوف الليسر تروكانتر اوف ايش؟ اوف ذا فيمر. تمام، وفي عندي انا خط، شايفين هذا الخط يا جماعه الخير اللي جاي هيك وبعدين منقسم قسمين؟ هذا اسمه لينيا اسبيرا. شو اسمه؟ لينيا اسبيرا. طبعا هذا اللينيا اسبيرا احد الخطوط المهمه جدا، بيعمل اتاتشمنت لكثير عضلات، او بيعمل اتاتشمنت لكثير عضلات مهمه جدا. تمام، نحكي عنهم لقدام ان شاء الله. ايش اسمه؟ اسمه لينيا اسبيرا. ايش اسمه؟ لينيا اسبيرا. وبس ننزل، نيجي تحت، احنا ننزل بس نيجي ننزل لتحت. طبعا هاي بوستيريور فيو، فليني اسبيرا اعتقد هي كلمه لاتينيه عن الخط الخلفي. طيب شوفوا لو ننزل لتحت انا بلاقي في عندي ايش؟ النهايه مقسمه لطابتين كبار. تمام، لايش مقسمه؟ لطابتين كبار. تمام، هذول الطابتين الكبار واحده بتكون على اللاترال واحده بتكون ميديال. كيف تكون هاي لاترال؟ هيها عند على نفس جهه ايش؟ الجريتر تروكانتر، معناتها هاي لاترال. واحده بسميها lateral epicondyle، سوري lateral condyle، واحدة بسميها lateral condyle، واحدة بسميها medial condyle، medial condyle. وفوقيهم، فوق lateral condyle في lateral epicondyle. ايش الفرق ما بين الكوندايل والإبيكوندايل؟ الإبيكوندايل بتكون صغيرة، الكوندايل بتكون كبيرة. فأنا عندي lateral condyle ولاترال ايبيكوندايل، في عندي ميديال كوندايل، وفي عندي ميديال ايبيكوندايل، وعند وفوق الميديال ايبيكوندايل في عندي انا زي بروز خفيف جدا، هذا بسميه الدكتور اتيوبيركل. الدكتور اتيوبيركل لانه ريليتد تو ذا الدكتور مسل اللي حنحكي عنها في المحاضرات القادمه ان شاء الله. تمام، اذا ايش هي الدكتور اتيوبيركل؟ عباره عن تيوبيركل بتكون فوق مين؟ فوق الميديال ايبيكوندايل اللي دخل في الدكتور مسل. تمام، وعلى البوستيريور فيو بتوين ذا تو ايبيكوندايل في عندي فوسه. شو بسميها الفوسه؟ بسميها انتر كوندايلر فوسه. شو بسميها؟ انتر كوندايلر فوسه. ليش سميتها انتر كوندايلر فوسه؟ لانها جايه ما بين التو كوندايلز. تمام، انا بدي انهي المحاضره لهون، بكمل بقيه في محاضره منفصله عشان ما تكون المحاضره كثير طويله.
يعطيكم العافية.